ولا يمثلوا الدين الإسلامي وإنما هم فجار دين. منذ إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية من حكم البلاد بفضل ثورة 30 من يونيو، اتخذت الجماعة العديد من الأساليب الخبيثة لضرب استقرار الدولة المصرية وإثارة الفتنة بين صفوف الشعب المصري على أمل العودة للمشهد السياسي مرة أخرى. ومن أجل تنفيذ خططها المشبوهة ضد مصر ومؤسساتها الوطنية، لجأت الجماعة إلى العديد من الوسائل، كان أبرزها اللجوء إلى تغيير جلدها عن طريق تجنيد شخصيات تنتمي إلى طيارات أخرى بهدف استخدامها كأداة لتنفيذ المخطط الذي انكشف مبكرا، مخطط كان من خلال دعوة أطلقها السفير السابق معصوم مرزوق للتصالح مع الجماعة الإرهابية. فكانت البداية منذ حوالي 3 أسابيع حينما أطلق معصوم مرزوق عبر صفحته فيسبوك مبادرة تحت اسم من أجل مصر تعالوا إلى كلمة سواء، يطالب فيها بإجراء استفتاء شعبي حول استمرار النظام الحالي في الحكم من عدمه، مبادرة تضمنت أيضا دعوة للاحتشاد في ميدان التحرير يوم 31 من أغسطس إن لم يستجب النظام الحالي لفكرة الاستفتاء، مبادرة فاشلة تأتي بعدما شهدت مصر انتخابات رئاسية لمرتين عامي 2014 و2018 فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان وزير الدفاع إبان الإطاحة بمحمد مرسي، انتخابات رئاسية نزيهة أكدت مرتين على إرادة الشعب المصري بالموافقة على الرئيس السيسي كرئيس مدني منتخب ديمقراطيا. معصوم مرزوق الذي وجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا اتهامات لمشاركته مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافها وتلقي تمويل أجنبي لتنفيذ غرض إرهابي، هو أيضا من دعمته الجماعة الإرهابية من خلال عدة طرق مختلفة، بدايتها عندما خصصت شاشتها لظهوره عليها من أجل دعمه إعلاميا، فكان نجما من نجوم قنوات الإخوان خلال الفترة الماضية، فظهر على قناتي مكملين والشرق أكثر من 10 مرات ضيفا على الهواء أو عبر الهاتف، دعم لم يكن إعلاميا فقط بل ماليا أيضا. فوفقا للتحقيقات الأولية لنيابة أمن الدولة، فالتمويلات الإخوانية كانت تتدفق على معصوم ورفاقه من خلال عمرو محمد جمال مالك شركة المدينة للتجارة والمقاولات الإخوانية، كما أن القيادي الإخواني رأفت كمال عبد اللطيف كان المنوط بنقل تكلفات عزمي بشارة إلى معصوم ورفاقه والتواصل معهم من أجل تنفيذ الخطة الموضوعة لهم. وها هو يوما بعد يوم تكشف نيابة أمن الدولة المصرية ملامح خطة جماعة الإخوان الإرهابية الأخيرة لهدم الدولة المصرية عقابا للشعب الذي اختار بحريته طرد هذه الجماعة من حياته السياسية. فتأتي غدا نجيب ونرمين حسين مثلين لأعضاء هذه الخلايا ممن باعوا ضمائرهم للجماعة مستغلين قوتهم على وسائل التواصل الاجتماعي والعدد الكبير لمتابعيهم من أجل بث الشائعات والترويج لتعليمات الجماعة القادمة من تركيا وقطر. وهي الآن الأدرع الإعلامية للجماعة تبدأ في مهمة الدفاع عن خلاياها الخبيثة، فسخروا كل أدرعهم الإعلامية وكتائبهم الإلكترونية للدفاع عن مرزوق ومعاونيه، خلايا خبيثة سخرتها الجماعة الإرهابية جنودا لإعادتها إلى المشهد السياسي مرة أخرى وسط سلسلة طويلة من الشخصيات التي حاولت الجماعة تجنيدها لصالح الترويج لأهدافها الدنيئة والتي لم تعد خفية على أبناء الدولة المصرية الذين يضربون أروع الأمثلة في تحطيم كافة المخططات الإرهابية، معلنين مرارا وتكرارا رفضهم القاطع لمجرد فقط طرح أي مبادرات مع من تلطخت أيديهم بدماء رجال القوات المسلحة البواسل والشرطة المدنية في معركتهم لدحر الإرهاب.